صباح الخير على حضراتكم واهلا بيكم. حلقه جديده من العالم هذا الصباح بنناقش فيه مع حضراتكم اهم الاخبار والملفات والقضايا العالميه وبنتابع تفاصيلها على مدار ساعه كل يوم الساعه 8 الصبح. بنكون معاكم وبنتعرف على التطورات المختلفه دي على المستوى السياسي والاقتصادي اقليميا ودوليا في العالم هذا الصباح على شاشه اكسترا نيوز. النهارده في العالم هذا الصباح هيكون معانا عدد من الملفات المهمه زي ما احنا متعودين مع حضراتكم بنناقشها على مدار الساعه، بتكون جزء خاص بتطورات العمليه العسكريه الروسيه، بفي جزء خاص معانا كمان من الأخبار العالمية المختلفة سواء في الصحة، في الفلك، في الفضاء، في عدد كبير في الاقتصاد بالتأكيد، وكمان بيكون معانا أخبار محلية والرياضة، وبيكون معانا ذكرى ميلاد أو ذكرى وفاة. كل الحاجات دي دايما بتكون موجودة مع حضراتكم معانا في العالم هذا الصباح. هنبدأ بالعملية العسكرية الروسية. أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الضربات الصاروخية الروسية على مدينة فينيتسا الأوكرانية واللي أسفرت عن مقتل 20 شخص على الأقل. جدد غوتيريش إدانته لأي هجمات بتستهدف المدنيين أو البنية التحتية المدنية داعيا محاسبة المسؤولين عن تلك الهجمات. أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير مجموعة من المدافع أمريكية الصنع في أوكرانيا، وأوضح المتحدث باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف أنه تم أيضا تدمير أنظمة قاذفات صواريخ من منطقة أو في منطقة سلافينسك وعدد من المدافع بالقرب من نيكولايفكا، وأشار إلى أن القوات الروسية استهدفت أيضا مواقع نشر مؤقتة للجيش الأوكراني في منطقة زابوريجيا. أعلن نائب محافظ البنك الوطني الأوكراني تلقي بلاده 13 مليار دولار من المساعدات المالية المقدمة من الشركاء الدوليين لبلاده منذ بداية العملية العسكرية الروسية. قال المسؤول الأوكراني إن المساعدات الدولية تم تكثيفها في نهاية يونيو، مشيرا إلى تلقي البلاد حوالي أيضا 4.4 مليار دولار خلال هذه الفترة، مؤكدا أن الأموال المقدمة سيتم استغلالها في شراء الأسلحة والمعدات اللازمة لتعزيز القوات الأوكرانية. أكد ألكسندر شالينبرغ وزير خارجية النمسا أن تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية اتسعت خارج حدود أوكرانيا وأوروبا، وأشار شالينبرغ أن العالم يعاني حاليا بشدة من مشكلات الهجرة والأمن الغذائي وإمدادات الطاقة ونقص المساعدات الإنسانية، مؤكدا ضرورة التعاون الأوروبي لجعل العقوبات المفروضة على روسيا فعالة مع تحقيق أقل قدر ممكن من الضرر على الاقتصاد الأوروبي. قالت السلطات الأوكرانية أن 20 شخص على الأقل لقوا حتفهم في غارات على مدينة وسط البلاد، الأمر الذي وصفه الرئيس فولودمير زيلنسكي بالعمل الإرهابي السافر، واستهدفت الغارات منطقة تقع على بعد مئات الكيلومترات من الخطوط الأمامية في وقت تستضيف فيه لاهاي مؤتمر حول الجرائم المرتكبة في أوكرانيا. وفي مداخلة عبر الفيديو أمام المؤتمر الذي تنظمه المحكمة الجنائية الدولية والمفوضية الأوروبية وهولندا، دعا زيلنسكي إلى إنشاء محكمة خاصة للتحقيق فيما وصفها بجرائم العدوان الروسي على أوكرانيا. وفي فينيتسا أظهرت الصور التي نشرتها خدمة حالات الطوارئ الأوكرانية عشرات من الجثث المتفحمة ومبنى من 10 طوابق دمره الانفجار والحريق الذي أعقبهم. قال مسؤولون أوكرانيون إن القوات الأوكرانية قصفت نقطتي تفتيش عسكريتين ومنصة إنزال في ثاني هجوم هذا الأسبوع على منطقة تسيطر عليها روسيا جنوب أوكرانيا. ونقل سيرهي براتشوك المتحدث باسم إدارة إقليم أوديسا عن قيادة العمليات في الجنوب، نقل قولها إن الهجوم الجديد على نوفا كاخوفكا في منطقة خيرسون أسفر عن سقوط 13 شخص. أعلن جهاز الإسعاف الأوكراني أن ما لا يقل عن 12 شخص لقوا حتفهم في ضربات روسية استهدفت مدينة فينيتسيا، وده كانت حتى الآن بعيدة عن المعارك. ونشرت خدمة الإسعاف على فيسبوك أنها أحصت 12 قتيل و25 جريح، فيما يكافح رجال الإطفاء أيضا مع حريق تسبب فيه القصف. ووصف الرئيس الأوكراني فولودمير زيلنسكي الضربات بأنها عمل إرهابي. قال المتحدث الرسمي باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن خطط كازاخستان لتهيئة الظروف لاستقبال الشركات الأجنبية
التي غادرت روسيا أمر طبيعي تماما عندما تحاول أي دولة في العالم تهيئة ظروف مريحة للمستثمرين الأجانب في جميع البلدان بما في ذلك بلدنا التي تحاول فعل ذلك. إنها مسألة أخرى الآن بالطبع تحت ضغط غير مسبوق تماما من الخارج. وأضاف العديد من الشركات مضطرة لاتخاذ مثل هذه القرارات وللأسف الواقع الذي نعيش ونعمل فيه. وأصدر رئيس قازاخستان قاسم جومارت توكايف تعليمات بتهيئة الظروف لنقل الشركات الأجنبية التي غادرت روسيا، ووفقا أيضا له فإن هذا يمنح كازاخستان فرصا جديدة لزيادة إنتاج السلع. يبدأ الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم زيارة للضفة الغربية في المرحلة الثانية من جولته الشرق أوسطية. وبحسب برنامج الزيارة سيقوم بايدن بزيارة مستشفى أوغوستا فيكتوريا الواقع بجبل الزيتون في القدس الشرقية، ثم يزور القصر الرئاسي في بيت لحم حيث سيعقد مباحثات ثنائية مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس. وتبحث جولة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المنطقة العربية العديد من الملفات المهمة، على رأسها قضية السلام وأمن الطاقة، كذلك تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين واشنطن ودول المنطقة. المزيد عن تفاصيل الجولة في سياق العرض التالي مع الزميلة لما جبريل. أهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام. جولة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المنطقة العربية والتي تعد هي الأولى له منذ توليه رئاسة قبل عام ونصف العام، تبحث العديد من الملفات المهمة بين واشنطن ودول المنطقة وعلى رأسها قضية السلام وأمن الطاقة، وكذلك تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين واشنطن وحلفائها بالمنطقة. أولى الملفات التي حملها بايدن في زيارته للمنطقة هي قضية السلام في الشرق الأوسط بين الفلسطينيين والإسرائيليين، إذ يؤكد الرئيس الأمريكي أهمية التوصل إلى سلام يعم كل شعوب المنطقة، وكذلك دعم واشنطن المستمر لسياسة حل الدولتين. ومع احتمالية طول أمد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وتداعياتها القاسية على كبرى اقتصادات العالم ولا سيما الولايات المتحدة الأمريكية، جاء اهتمام الرئيس الأمريكي بزيارة منطقة الشرق الأوسط والتي تلعب دورا كبيرا في ضمان الاستقرار العالمي، حيث تعتبر منطقة مفصلية أساسية تربط جغرافيا الاقتصادات الرائدة في العالم. ويعتزم بايدن خلال زيارته إلى السعودية مناقشة سبل تعويض سوق النفط العالمي من الفاقد الروسي والسيطرة على ارتفاع الأسعار العالمية التي ضربت الولايات المتحدة واقتصادها بشدة ودفعت بمعدلات التضخم لديها إلى مستويات لم تسجل منذ أكثر من 40 عام. كما يحمل الرئيس الأمريكي أيضا معه في زيارته الأولى للمنطقة رسالة مهمة، وهي أن واشنطن مهتمة بتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع دول المنطقة العربية، وهو ما سيتم بحثه بشكل موسع خلال فعالية القمة العربية الأمريكية والتي تعقد بالسعودية بمشاركة مصر وقادة دول مجلس التعاون الخليجي إضافة إلى الأردن والعراق. ويقول محللون سياسيون إن بايدن يعتزم من خلال جولته الأولى بالمنطقة إلى تعزيز العلاقات بين واشنطن وعدد من الدول العربية وإعادة تقييم دور الولايات المتحدة لتصبح شريكا إقليميا في مجموعة من القضايا.
كما تتطرق الجولة إلى بحث تعزيز وتوسيع التعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي من أجل الدفاع عن حرية الملاحة في الخليج العربي، وكذلك أيضا ضمان أمن أسواق الطاقة العالمية وإطلاق حوار جاد مع دول المجلس لتنسيق السياسات بشأن القضايا الإقليمية. مشاهدينا الكرام، كان هذا عرضا موجزا لأبرز الملفات التي تتطرق إليها جولة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المنطقة العربية. شكرا لحضراتكم. حصل وزير المالية البريطاني السابق ريتشي سوناك على أعلى الأصوات في الجولة الثانية من التصويت لاختيار خليفة بوريس جونسون لتولي زعامة حزب المحافظين ورئاسة الوزراء، مع استبعاد مرشح واحد، واحتل سوناك المركز الأول بحصوله على 101 من الأصوات، تلته وزيرة التجارة بيني موردنت بحصولها على 83 صوتا، ثم وزيرة الخارجية ليز تراس بحصولها على 64 صوتا، في حين تم استبعاد المدعية العامة سويلا برافرمان التي حصلت على 27 صوتا. حصل النائب البرلماني توم توغنهت على 32 صوتا، وكيمي بادنوك على 49 صوتا. تصدر سوناك الجولة الأولى من التصويت بعد حصوله على 88 صوتا، متقدما على كافة منافسيه. كان حزب المحافظين قد بدأ عملية تدريجية لتقليص عدد المرشحين لخلافة رئيس الوزراء بوريس جونسون من 8 إلى 2، وأجبر جونسون الأسبوع أو أجبر جونسون الأسبوع الماضي على التنحي بعد انتفاضة كبيرة ضده داخل الحكومة شملت على نحو خاص وزير المالية ريتشي سوناك، على خلفية سلسلة فضائح أدت إلى تراجع التأييد الشعبي للمحافظين في الاستطلاعات. رفض الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا الاستقالة التي قدمها رئيس الوزراء ماريو دراجي وسط أزمة سياسية، يحذر خبراء من أنها قد تدفع بثالث أكبر قوة اقتصادية في منطقة اليورو إلى انتخابات عامة مبكرة. أعلنت الرئاسة الإيطالية أن ماتاريلا لم يقبل الاستقالة، ودعا رئيس الوزراء إلى المثول أمام البرلمان بغية إجراء تقييم للوضع الناجم عن مقاطعة حركة خمس نجوم المنضوية في الائتلاف الحاكم، جلسة تصويت على الثقة بالحكومة في مجلس الشيوخ. قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK إن وزير خارجية كوريا الجنوبية بارك جان سيلتقي رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا خلال زيارة لليابان تبدأ في 18 من يوليو لإجراء محادثات. ظلت العلاقات محفوفة بالمخاطر بين البلدين على مدى سنوات بسبب الإرث المرير للاحتلال الياباني لكوريا من عام 1910 إلى عام 1945، شملت الخلافات العمل القسري في زمن الحرب وضوابط التصدير، لكن قادة البلدين عبروا عن اهتمامهم بتحسين هذه العلاقات. حذرت اليابان من موجة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا تنتشر بسرعة على ما يبدو في جميع أنحاء البلاد. دعت الناس إلى توخي الحذر بشكل خاص قبل عطلة نهاية الأسبوع الطويلة القادمة والعطلات المدرسية الصيفية الوشيكة. شهدت اليابان في الآونة الأخيرة ارتفاع في حالات الإصابة الجديدة بكوفيد-19 لمستويات لم تشهدها منذ أوائل هذا العام. سجلت طوكيو أيضاً 16,878 إصابة جديدة، وهو أعلى مستوى منذ فبراير، بينما تجاوزت الإصابات أيضاً على مستوى البلاد 90,000. ومن المقرر أن ترفع طوكيو مستوى الإنذار من كوفيد إلى أعلى مستويات حسبما ذكرت شبكة فوجي الإخبارية. طلبت جزر المحيط الهادئ الأكثر عرضة لمخاطر التغير المناخي باتخاذ إجراءات دولية طارئة وفورية بشأن المناخ، وشددت أيضا على ضرورة الالتزام بالأسس الديمقراطية والنظام الدولي القانوني في مواجهة توسع النفوذ الصيني في المنطقة. حذر قادة الجزر خلال قمة مهمة في سوفا عاصمة فيجي من أن الوقت بدأ ينفد لتجنب الأسوأ في دولهم التي يقع الكثير منها فوق مستوى سطح البحر بقليل، أو أصبحت غير صالحة للسكن بسبب العواصف القوية التي تضربها. قالوا في تقرير يحدد أهداف استراتيجية المشتركة والتي تمتد حتى عام 2050، واعتمدوا بعد 3 أيام من المحادثات. قالوا نحن في الخطوط الأمامية في مواجهة الآثار السلبية لتغير المناخ، ومطالبين باتخاذ إجراءات طارئة وقوية على الأصعدة الوطنية والإقليمية والعالمية.
أكدت السلطات الفرنسية احتراق نحو 4000 هكتار من الغابات بسبب استمرار الحرائق الناجم عن موجة الحر في إقليم جراندا الفرنسي جنوب غرب البلاد. ذكر الإعلام الفرنسي أنه تم تدمير أكثر من 1840 هكتارا في بلدة لاتسي الدبوش، كما احترق 2100 هكتار في بلدة لاندراس الصغيرة جنوب غربي فرنسا، وأنه في منطقة الجنوب الغربي تتراوح درجات الحرارة بين 35 ل 38 درجة مئوية في الجنوب الشرقي، وسيصل مقياس الحرارة محليا من 39 إلى 40 درجة مئوية في وادي الرون، ومن المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة من 33 إلى 35 درجة مئوية في الوسط، وسيحدث انخفاض طفيف في درجات الحرارة في المناطق الشمالية الغربية من 23 إلى 29 درجة مئوية في بروتاني ونورماندي وفرنسا العليا، وستصل من 31 إلى 33 في منطقة باريس. رجحت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يالين ارتفاع أسعار النفط بشكل كبير في حال فشل خطة واشنطن وحلفائها لفرض حد أقصى لسعر النفط الروسي. أعربت يالين خلال مؤتمر صحفي عن أملها في أن تدعم الهند والصين المبادرة الأمريكية لتحديد سعر موارد الطاقة الروسية، واعتبرت أن الصين والهند ستتأثران بالحظر المفروض على التأمين والخدمات المالية لتسليم الصادرات، والتي من المقرر أن يقدمها الاتحاد الأوروبي وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية. قالت الخارجية الروسية إن الإمدادات إلى ألمانيا عبر خط أنابيب الغاز نورد ستريم 1 ستعتمد على الطلب الأوروبي على الغاز والعقوبات الغربية ضد روسيا. حضرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا ساخاروفا من مخطط مجموعة السبع الكبرى لوضع سقف لأسعار النفط الروسي، معتبرة أن هذه المساعي ستؤدي إلى زيادة أسعار الغاز عالميا. نقلت وكالة بلومبرج عن توقعات الرئيس التنفيذي لشركة شيل بن فان بيردن أن أوروبا ستواجه شتاء قاسيا مع ارتفاع تكاليف الطاقة، وأوضح بيردن أنه من المقرر أن ترتفع الأسعار أكثر، مضيفا أنهم سيكونوا في وضع يتعين عليهم فيه التقنين. علقت بلومبرج أن الحكومات والصناعات الأوروبية في وضع صعب للغاية، وحيث توقفت امدادات الغاز عبر أنابيب أو عبر خط أنابيب مهم بسبب الصيانة، مشيرة إلى أنه ليس من الواضح حتى الآن ما إذا كان سيعود الخط للعمل قريبا أم لا. حذر نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشانين من أن محاولات الدول الغربية إطلاق العنان لدوامة العقوبات أحادية الجانب ضد روسيا ستؤدي إلى ركود عالمي، وأوضح أيضا أن اضطراب أسواق السلع العالمية كان نتيجة الحسابات الخاطئة في سياسات الاقتصاد الكلي والغذاء والطاقة لأكبر اقتصادات الدول الغربية حتى قبل بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. نقلت بلومبرج عن مصرف دويتشي بانك أن الاقتصاد الألماني يتجه نحو الركود، ومن المتوقع أن يسجل انكماشا بنسبة 1% عام 2023، وأن التضخم القياسي في ألمانيا لم يبلغ ذروته بعد. قال محللون للصحيفة أن تقليص إمدادات الغاز من روسيا والانكماش الاقتصادي في الولايات المتحدة سيؤديان إلى انكماش الاقتصاد الألماني في النصف الثاني من العام. وأوضح التقرير أن الأزمة الأخيرة المتعلقة بإمدادات الطاقة بسبب الأزمة في أوكرانيا رفعت مستويات الإنذار عبر أوروبا وبشكل خاص في ألمانيا بسبب الاعتماد القوي على الغاز الروسي.
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن روسيا تستخدم الغاز سلاح حرب وعلينا الاستعداد للتخلي عنه، وأن تستعد أوروبا لانقطاع كامل من إمدادات الغاز الروسي، وأن روسيا تستخدم الطاقة كما تستخدم الغذاء كسلاح في الحرب، ويجب أيضا أن نستعد لسيناريو يتعين علينا فيه الاستغناء عن الغاز الروسي كليا. وأضاف روسيا بدأت في قطع إمدادات الغاز عن طريق إغلاق خط الأنابيب نورد ستريم 1 في إشارة إلى قطع روسيا الإمدادات بغرض الصيانة. حذر ماكرون من أن الاستغناء عن إمدادات الطاقة الروسية يعني أن الصيف وبداية الخريف سيكونان صعبين جدا على الأرجح. حاول المحللون الاستراتيجيون في مؤسسات مالية متفرقة بالولايات المتحدة وضع توقعات بالأرقام ضمن سيناريو لم يكن من الوارد تخيله في الأحوال العادية. هناك العديد من المتغيرات التي تحكم هذا السيناريو، مثل طول فترة منع التدفقات أو حجم تخفيضات الإمدادات، إلى أي مدى ستعتمد هذه الدول على ترشيد استخدام الطاقة. كل هذه المعلومات لا تزال مجرد تكهنات، لا يعلم أي شخص يقينا على أفضل تقدير. ووضع الاقتصاديون في بنك يو بي اس رؤية مفصلة لما يرون أنه سيحدث إذا وقفت روسيا أو وقفت شحنات الغاز إلى أوروبا، وأوضح أن ذلك سيقلل أرباح الشركات بأكثر من 15% وستتجاوز موجة البيع السوقية 20% من أسهم الشركات المدرجة على مؤشر ستوكس 600، فيما سينخفض اليورو إلى 90 سنتا. وكتبوا أن الاندفاع إلى الأصول الآمنة سيؤدي إلى دفع عائدات السندات الألمانية المرجعية إلى 0%. خفضت المفوضية الأوروبية توقعاتها للنمو في منطقة اليورو لعامي 2022-2023 إلى 2.6% و 1.6% مقابل 2.3% و 2.7%، والتي كانت متوقعة حتى الآن بسبب تنامي تأثير العملية العسكرية في أوكرانيا. ذكرت بعض وسائل الإعلام الفرنسية أن نسبة التضخم بلغت مستويات تاريخية عالية بسبب العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا والعقوبات الغربية التي أدت إليها، مضيفا أن المفوضية الأوروبية رفعت أيضا توقعات التضخم أو تضخم أسعار الاستهلاك إلى 7.6% عام 2022 و 4% عام 2023 ومن 2.7% إلى 6.1% في التقديرات السابقة. كانت نسبة التضخم في منطقة اليورو قد سجلت ارتفاع قياسي جديد في يونيو الماضي بنسبة بلغت 8.6% على أساس سنوي مقابل 8.1% في مايو الماضي و 7.4% في أبريل الماضي، وذلك وفق ما أعلنه مكتب الإحصاء الأوروبي يوروستات. قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يالن في مؤتمر صحفي على هامش اجتماع وزراء المالية في مجموعة العشرين وبينهم روسيا والذي تستضيفه جزيرة بالي الإندونيسية، قالت إن ممثلي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا مكان لهم في اجتماع مجموعة العشرين، محذرة من أن الحرب في أوكرانيا كان لها تأثير سلبي في جميع أنحاء العالم. شهدت الأسهم الأمريكية مستويات للتذبذب المرتفعة على مدار تعاملاتها في ظل استيعاب المستثمرين بيانات التضخم التي كشفت عن استمرار تزايد الأسعار بأعلى من التوقعات، ما عزز من رهانات السوق على قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بقوة خلال اجتماعه المقبل بنهاية الشهر الحالي. أظهرت بيانات وزارة العمل أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 9.1% عن العام السابق في تقدم واسع النطاق، وهي أكبر زيادة منذ نهاية عام 1981، وارتفع مقياس التضخم المتبع على نطاق واسع بنسبة 1.3% عن الشهر السابق، وهي أكبر نسبة منذ عام 2005، ما يعكس ارتفاع تكاليف البنزين والمأوى والغذاء. أعلنت رئيسة وزراء ليتوانيا غريدا سيمونيتي
أن بلادها ستبقى أو ستبقي على القيود في تجارة كالينجراد السارية، بينما تضع القواعد الخاصة بكيفية استئناف التجارة. كان الاتحاد الأوروبي قد أكد أن بعض البضائع الروسية الخاضعة للعقوبات يمكن أن تمر عبر أراضي الاتحاد بالسكك الحديدية بعد تصاعد التوترات بين موسكو وليتوانيا وهي العضو في الاتحاد الأوروبي بشأن التجارة مع مكتب كالينجراد الروسي. أقر مجلس الشيوخ الأمريكي تعيين مايكل بار مرشح الرئيس جو بايدن لشغل منصب نائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي، وهو منصب رقابي أساسي للسياسة المالية في البلاد. وافق أعضاء المجلس بأغلبية 66 صوتا مقابل 28 على تعيين مايكل بار المسؤول السابق في وزارة الخزانة، والذي عمل على إصلاح قطاع المصارف وإنشاء وكالة حماية المستهلك في أعقاب الأزمة المالية العالمية عام 2008. ستستمر ولايته كنائب لرئيس الاحتياطي الفيدرالي الذي يقوم بمهام المصرف المركزي 4 سنوات. وقال بايدن في بيان بعد التصويت إن تثبيت بار هو تقدم مهم لخطتي التصدي للتضخم والرقابة السليمة، بينما ننتقل إلى نمو ثابت ومستقر. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونعود لاستكمال الأخبار والفقرات في العالم هذا الصباح. أهلا بحضراتكم من جديد في العالم هذا الصباح. خلينا نروح لأحد الأخبار المختلفة وهي يمكن إبداعات فنية. رسم النخيل، رسم النخيل في الرسوم الصخرية ده واحد من الإبداعات الفنية ومصدر هام من مصادر المعرفة للحضارة الإنسانية. أكد الباحث في الرسوم والنقوش الصخرية أحمد أنغيثر أن الرسوم الصخرية بتعتبر سجل وأرشيف مصور لكافة مجالات الحياة الإنسانية القديمة. اهتم سكان الجزيرة العربية قديما بالنخيل وعثر على رسومها في أماكن جديدة في الجزيرة العربية ونقشوها على واجهات الصخور، وكان لها الحظ الأوفر عن غيرها من رسوم النباتات الأخرى بكونها بتمثل أهمية اقتصادية قديما وحديثا لاعتماد الناس على ما تنتجه من تمر كغذاء وسعف النخيل كأيضا للاستخدامات المختلفة. واستخدم أخشابها أيضا في البناء كأعمدة للمنازل وتغطية أسطح البيوت، ولها أيضا دلالة رمزية مثل العطاء والخصوبة وتحمل درجات الحرارة العالية وقلة المياه. عثر متحف اسكتلندي على رسم بورتري ذاتي لفينسنت فان جوخ في الجهة الخلفية للوحة أخرى أنجزها الرسام الهولندي الشهير، ووصف القائمون على الموقع هذا الاكتشاف بأنه نادر للغاية. حدث هذا الاكتشاف بعد دراسة بالأشعة السينية للوحة بورتري قروية التي أنجزها فان جوخ عام 1885 قبل معرض مخصص للانطباعية في إدنبرا وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية. اكتشف البورتري على جهة العمل الخلفية ومغطى بطبقات من الغراء والكرتون، أضيفت على ما يبدو قبل المعرض في مطلع القرن العشرين. بتوضح أمينة متحف ناشونال جاليريز أوف سكوتلاند أن مثل هذه اللحظات أمر نادر للغاية، واكتشفنا عمل غير معروف لفينسنت فان جوخ أحد أهم الفنانين وأكثرهم شعبية في العالم. خسرت الدنمارك قضية أمام محكمة العدل الأوروبية تتمحور على تصدير مزارعيها للجبن خارج الاتحاد الأوروبي تحت تسميد فيتا، وهو تصنيف محمي لصالح اليونان التي تمثل بلد المنشأ لهذا النوع من الأجبان.
فيتا هي تسمية محمية داخل الاتحاد الأوروبي منذ عام 2002، وخسرت الدنمارك وألمانيا طعنا تقدمت به في هذا الشأن عام 2005، إلا أن الدنمارك استمرت في السماح لمنتجيها بإدراج منتجاتهم تحت تسمية فيتا عند تصديرها خارج الاتحاد الأوروبي اللي بيضم 27 بلد. أكدت كمان على أن الدنمارك تضع حد لاستخدام هذه التسمية وأمرتها بالامتثال للقرار سريعا، في حال عدم الالتزام بالقرار تستطيع الهيئة للجوء للمحكمة مرة أخرى وتطالب من الدنمارك تعويضات مالية، علما أن المحكمة أكدت أن الدنمارك تعاونت معها بشكل جيد. ناخد بالنا بقى يا جماعة البقالين عندنا ما يكتبوش فيتا على أي جبنة بقى. يبحث العراقيون عن متنفس خلال فصل الصيف لتقضية وقت مرح مع الأصدقاء أو العائلة، وتعد مشاهدة الأفلام طبعا من أفضل الوسائل لقتل الملل والترفيه عن النفس، خصوصا إذا كانت دار السينما خارجية أو صيفية زي ما احنا بنقول عليها، وتقدم تجربة فريدة من نوعها لأول مرة ده في العراق في افتتاح السينما مختلفة عن القاعات التقليدية. تم تدشين أول سينما في الهواء الطلق في العاصمة العراقية لمشاهدة الأفلام. أقبل الشباب على ارتياد المكان الجديد وأيضا بعض العائلات. يمكن لجميع الناس الحجز ومشاهدة الأفلام في السيارة، وهي طريقة مختلفة للاستمتاع بالسينما في العراق. يتوقف الشباب أو العائلات بسيارتهم في الأماكن المخصصة للسينما المفتوحة لمشاهدة أحدث الأفلام في العالم العربي والعالم ككل. تتراوح الكلفة لمشاهدة الفيلم لشخصين داخل السيارة ما يقارب 30,000 دينار، أي ما يعادل 20 دولار. طبعا احنا برضو عندنا في مصر الحمد لله بقى موجودة الأماكن دي. يمكن احنا بنقول الخبر ده ان دولة العراق الشقيقة بدأت تطبق هذا النوع من الترفيه. طيب، مدينة العالمين الجديدة من تعد طبعا واحدة من المدن الخاصة بالجيل الرابع، بتطل على البحر الأبيض المتوسط. مساحتها بتصل ل 49,000 فدان. بيتم تنفيذ المدينة من خلال 4 مراحل، بيصل عدد سكان المستهدف إقامتهم بها 4 ملايين نسمة. تم تنفيذ القطار المكهرب فائق السرعة لربطها بالعاصمة الإدارية الجديدة، بتنقسم ل 14 حي سكني متعدد المستويات، بتضم كمان 5,000 فدان من المناطق الصناعية و 5,000 فدان من المناطق التجارية والخدمية، بجانب 3,000 فدان من المناطق اللوجستية، 1,000 فدان للمراكز البحثية والجامعات، و 260 فدان للمنطقة التراثية، و 20,000 فدان للمنطقة السياحية طبعا للغرف الفندقية وما إلى ذلك. خلينا نتعرف على المزيد في هذا العرض. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. في إطار تنفيذ مخرجات المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية في مصر، تعمل الدولة على إنشاء مدينة العالمين الجديدة. المدينة تعد إحدى مدن الجيل الرابع، يتم تنفيذها على ساحل البحر المتوسط بمساحة تقدر ب 49,000 فدان، ويبلغ عدد السكان المستهدف حوالي 2,000,000 نسمة. بدأ تنفيذ المدينة في شهر أكتوبر لعام 2016 بتوجيهات من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. تعد الأبراج الشاطئية بمدينة العالمين الجديدة علامة بارزة ومميزة على شاطئ البحر المتوسط، فضلاً عن المنطقة الترفيهية، وهي عبارة عن منطقة محال ومولات تجارية على البحر مباشرة بمساحة تقدر ب 66.8 فدان، وتقع مباشرة أمام منطقة الأبراج، ويخدمها 4 أنفاق لعبور المشاة إلى داخل المنطقة الترفيهية، وهي مزودة بمجموعة كبيرة ومتنوعة من الخدمات. إلى جانب ذلك هناك الممشى السياحي والذي يبلغ طوله 7 كيلومترات، ويضم مشايات وبحيرة طبيعية، ملاعب ومناطق جلوس ومطاعم. ويوجد بالمدينة جامعة العالمين الدولية للعلوم والتكنولوجيا، جامعة العالمين الأهلية، والتي تنفذ على مساحة تقدر ب 128 فدانا. هذا وتضم العالمين الجديدة مشروع الداون تاون، والذي يحتوي على وحدات سكنية بمواصفات تشطيب إسكان فوق المتميز، ومشروع سكن مصر للإسكان المتوسط. هذا بخلاف مشروع الإسكان المتميز، وهناك أيضاً الحي اللاتيني بمساحة تقدر
ب404 أفدنة، ويتكون من 6 مناطق بها 220 عمارة سكنية بمستوى تشطيبات فاخرة، ويضم مناطق خدمية متميزة ومواقف انتظار سيارات ومجموعة من الحدائق. كما يجرى تنفيذ كومباوند سكني بمجتمع عمراني متكامل يصل إلى 700 فدان، ويقع ملاصقاً لمركز مارينا العالمين السياحي من الجهة الغربية الشاطئية، ويطل على بحيرات مدينة العالمين الجديدة المركزية. مشاهدينا الكرام، استعرضنا لكم مدينة العالمين الجديدة، والتي من المستهدف أن تكون مدينة صالحة للحياة على مدار السنة، تحتوي على كل الخدمات المختلفة التي تحقق جودة الحياة لكل المصريين في منطقة تعتبر الأفضل على ساحل البحر المتوسط. شكراً لكم. تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الراحل سراج منير، الذي عاش طفولته في حي شبرا، واحد من أهم الوجوه التي عرفتها السينما المصرية في بدايتها. ورغم أن والده كان يعمل مدير تعليم، إلا أن العائلة هوت الفن، فهو أخ للمخرجين فطين وحسن عبد الوهاب. وفي مسيرته الفنية شارك سراج منير بالعديد من الفرق المسرحية، وقدم حوالي 140 فيلم سينمائي مختلف، أشهرهم عنتر ولبلب، الوسادة الخالية، سمارة. كمان خاض هو تجربة الإنتاج السينمائي ولم يوفق فيها من الناحية المالية. خلينا نتعرف أكتر في هذا التقرير عن سراج منير. نبدأ مع حضراتكم أخبار الرياضة بمواجهة منتخب مصر للنظير الجزائري اليوم الجمعة في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا طبعا لكرة اليد المقامة على أرض مصر. كان الفراعنة قد بلغوا هذا الدور بعد الفوز على المغرب في ختام دور المجموعات ومحققين العلامة الكاملة. المزيد في هذا التقرير. طيب قبل ما نروح التقرير هنكمل برضو مع حضراتكم مجموعة من الأخبار، خاصة بقى نروح لكرة القدم. بيواصل الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي تدريبات على ملعب مختار التتش في الجزيرة، استعدادا لمواجهة فريق بيراميدز في الجولة 25 من منافسات بطولة الدوري الممتاز، المقرر إقامتها مساء الغد السبت على ملعب الدفاع الجوي. أدى لاعبو الفريق الذين شاركوا أيضا في لقاء فيوتشر جلسة تدريبات استشفائية على هامش الميران الجماعي للفريق الذي أقيم على ملعب التتش أيضا.
خاض بقية اللاعبين جانب من التدريبات البدنية المتنوعة في بداية المران الجماعي قبل أن يخوضوا تدريبات خططية ضمن فقرات المران. طيب وهنرجع مع حضراتكم زي ما احنا كنا في مباراة اليد وبعد صعود منتخب مصر بعد العلامة الكاملة في مجموعة والانتصار على المغرب وهيواجه طبعا زي ما احنا قلنا النهاردة منتخب الجزائر. خلينا نتعرف على المزيد في هذا التقرير ونرجع نكمل مع حضراتكم أخبار الرياضة. تيم إيجيبت بانتصارين مستحقين وبالعلامة الكاملة تأهل الفرعين إلى ربع نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة اليد في نسختها 25 والتي تحتضنها مصر حتى 18 من يوليو الجاري بمشاركة 13 منتخبا. المنتخب المصري افتتح مشواره ضمن منافسات المجموعة الأولى بفوز عريض على حساب الكاميرون بنتيجة 40-17. المباراة شهدت تألق العديد من اللاعبين مثل أحمد هشام وأكرم يسري إضافة إلى محمد علي حارس المرمى والذي تصدى العديد من الكرة. المباراة الثانية تمكن فيها منتخب مصر من الفوز على نظيره المغربي بنتيجة 36-21 في ختام دور المجموعات، كما حصد النبي يحيى خالد جائزة أفضل لاعب في اللقاء. الفوز ضمن للفراعنة صدارة المجموعة بأربعين نقاط، بينما تأهل أسود الأطلس لربع النهائي في الوصافة بنقطتين بالانتصار على الكاميرون. سيكون المنتخب المصري على موعد مع مواجهة قوية في ربع النهائي أمام نظيره الجزائري والذي احتل وصافة المجموعة الثانية خلف غينيا. ويدافع المنتخب المصري عن لقبه في هذه البطولة والذي أحرزه عام 2020 على حساب تونس، كما يسعى للتأهل إلى بطولة العالم 2023 في بولندا والسويد، حيث ستبلغ المنتخبات صاحبة المراكز الخمسة الأولى في أمم إفريقيا مباشرة نهائيات بطولة العالم. هنرجع لكرة القدم وزي ما نقلنا لحضراتكم تدريبات الأهلي تدريبات الزمالك خصص فيها البرتغالي فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم فقرة من إنهاء الهجمات، وده استعدادا لمباراة غزل المحلة المقرر إقامتها أيضا غدا السبت ضمن منافسات الجولة 25 لمسابقة الدوري الممتاز. أوضح الموقع الرسمي لنادي الزمالك أن المهاجمين ولاعبي الوسط شاركوا أيضا في هذه الفقرة تحت إشراف دانيال ألفيج محلل الأداء بالفريق. وعن مباريات الأمس، واصل فريق إيسترن كومباني الصحوة وحصد الفوز الثاني على التوالي بالدوري المصري الممتاز بالتغلب على مصر المقصة بنتيجة 2-1 ضمن الجولة 25. رفع إيسترن كومباني رصيده بقيادة المدير الفني علاء عبد العال ل 19 نقطة في المركز 17 أي قبل الأخير، وتجمد رصيد مصر المقصة عند 14 نقطة في المركز 18 والأخير. Thank you.
مع أخبار الرياضة بتنتهي حلقتنا من العالم هذا الصباح. دايما هنكون موجودين معاكم كل يوم الصبح الساعة 8 عشان نعرفكم على كل الأخبار السياسية الاقتصادية الفنية الرياضية، بتكون معاكم في العالم هذا الصباح كل يوم الساعة 8. وطبعا استمروا في متابعة إكسترا نيوز لمزيد من الأخبار. سلام.